وابن مدينة طنجة حقق نجاحا كبيرا منذ إصدار أول ألبوم له سنة 2010 وتمكن من الفوز بجائزة مسابقة ماروكو ميوزيك أوارد سنة 2014 صنف الراب. رابور مشهور بزاف طنجاوي غنى على الحومة، غنى على بنت الحومة، غنى على الأم، غنى على المرأة، كمين بكم عارفينه؟ طبعا الشهرة ديالو تحدت أو تخطت الخارطة المغربية باش توصل للعالمية. رابور عالمي طنجاوي مغربي صاحب مقولة كابايرو. وأكيد إذا قلتكم شكون صاحب أغنية دموع الحومة؟ ودميني أجي معايا كابايرو يما. وأكيد سر كرمادي من إسلام. إذا أنا بحال دائما ترحب ديالنا طنجاوي باش كنرحبوا بشي حاجه كنقولوا له صلاه وعشق في النبي بطبيعه الحال. تقول كل عشق في النبي. يلا شي عشق في النبي الشباب ما تخشوناش. يلا شي عشق في النبي المسلم. وخبي سرك المدفون يا ليلي عمرك ما ضبيتي بلي يمكن حبيبك اللي كان يولي عطار العديان صارت يمري. وخبي سرك يا ليلي ما ضبيتي بلي يمكن حبيبك يولي. مسلم كيوجه اليوم رسالة السلام دائما بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد. يحضر معنا مسلم في النسخة الثانية من مهرجان صيف طنجة الدولي. إذا رسالة سلام تنتصر للقيم دائما من طرف حركاتكم على هذه اللحظات التي تجسد معاني الاعتراف والشكر. أكيد معاني الاعتراف والشكر والتقدير التي دائما تبينه وتبرزه مؤسسة طنجة الكبرى. شكرا لك مسلمة، شكرا للفرقة. إذا نجيب العاز وياك حاز. شكون اللي طيح وطلع في الحومة قولي؟ شكون اللي حكر ولد الحومة قولي؟ شكون اللي قاسى بنت الحومة قولي؟ شكون اللي دابا محلوشة في الحومة قولي؟ وشكون اللي بيكذب ولد الحومة قولي؟ لا زول بحبك الحومة مخبلة ما بغينا نبقاو هكا. لا 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 مدينة طنجة تسخر بنساء ورجال لهم صراحة حس التطوع وحس العمل الميداني وكذلك حب المدينة وحب الوطن. عاش الملك. ذكرى دائما صورة للذكرى بنون النسوة. معكم أسرار جمال الفنانة المصرية وسفيرة الفن والسلام بين الشعوب ورئيس ملتقى مصري فيه الخير. أنا حقيقي سعيدة جدا بوجودي ومشاركتي في مهرجان طنجة الدولي. طبعا يعني مش عايزة أقول يعني إيه ولا إيه، مش عارفة أقول إيه ولا إيه من الإبداع والتنظيم وكل حاجة حلوة شفتها النهاردة في طنجة المدينة الساحرة بجد. كل ده طبعا احتفالا بعيد العرش المجيد لمعالي الملك محمد السادس، ربنا يعطيه العمر ويديم الأمان في بلاد المغرب الشقيق. حقيقي بشكر كل القائمين على التنظيم وعلى الحفل الرائع، رئيس المهرجان أستاذ عبد الواحد بوعليش. حقيقي بشكرك أستاذ عبد الواحد على هذا المجهود. بشكر كل القائمين فرد التنظيم لجمهور المغرب زواق جدا. جمهور طنجة فعلا زواق، جمهور محترم بيحترم الفن وعنده فكر وثقافة. حقيقي سعيدة جدا بيكم. حقيقي مش عارفة أقول إيه. أنا يعني بحس إن أنا عشان جذوري كمان مغربية
ويعني وحشني وحشني جمهوري جميل، العراقة اللي يعني شايفاها في البيوت والتقدم اللي جميل في طنجة وفي كل أنحاء الدولة شيء مشرف. تحية مني فعلا لإدارة المهرجان وكل المطربين والفنانين اللي شاركوا. أستاذ طبعا النهاردة أمتعنا الفرقة الأسبانية يعني اللي جاي من غرناطة من أسبانيا، شكرا لي بجد أستاذ سهيل الغرناطي، شكرا لسعيدة فكري اليوم كانت رائعة، وبكرة عندنا كمان مسلم وريموندا وكتير النهاردة كانوا رائعين. شكرا لكم أسرار الجنة. جمهور طنجة حسيت معه واحد الحرارة من قريب، اللي زعما ما قلت لك ان الجمهور كيرد عليا في الاغاني وكيفهمني واستقبلني واحد 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 المعاملة ممتازة يا اخي. اذا انا فرحان بزاف بان كل شيء الحمد لله خرج على حسب ما كنا كنظنوا يخرج. بارك الله فيكم، ان شاء الله قريبا غادي ندير واحد السيد جديد. نعم، موسيقى بحال هيدا، موسيقى الشمالية ديالنا الجبلية مع اندماج مع الموسيقى الفلامينكو. واحد الفلامينكو في العالم معروف في العالم كامل، وانا جبرت واحد نقول واحد بحال ركيزة باش نجبر بان الموسيقى ديالنا تمشي مع الفلامينكو في العالم. رسالتي سلمي دائما من طنجة، طنجة الاختلاف، طنجة التعايش، طنجة الجمال، عروسة الشمال، ترحب بك اليوم سهيلة، مرحبا بك. اذا في هذه الاثناء السيد حسين العتيق يقدم شهادة للفنان سهيلة السرغيني، تعرفون عن محبة وتقدير عن ما قام به هذا المساء، وتحت تصفيقاتك طبعا حال يأخذون صورة تذكارية.